السلام عليكم اختي، لاباس؟ بخير. عندي هاد لامط هادو ديال مبرا، مبرا ديال البهجه كما كتشوفي في الزرق في البلوغوا. هادي المبرا الاولى الحره، فيها زواق ديال المشموم، ثلاثه ديال الطلامط باقيين في حاله جيده، نقيين. مبرا ديالهم باقا غليظه، شي حاجه زوينه اللي ما كديموضاش. فيهم ثلاثه ديال الطلامط، 22 في 22 في 22. والمخاد كاينين 11 مخده، كاينين 7 هكا على هاد الشكل هكا مبرا، وكاينين عندي 4 ديال البروكار، حتى هما في الزرق وتقرابين الزواق ديالهم قريبه لهاد الزواقه هادي. باقيين نقيين بزاف، واللون ديالهم باقي عاطي، واللي جاوا المخاد قلال مثلا ممكن انها تحلهم وتخرج منهم دو فاس، دير فاس سامبل وفاس بالورده. ها هما المخاد الاخرين اللي غادي نزيد معاهم 4، هادو كاينين 4 من هادو. الزواقه ديالهم حتى هما ديال المشموم، غير هو التوب بروكار، يعني هادو غير زدتهم معاهم، اللي بغاهم يديهم معاهم ماشي مشكل. الثمن ديالهم 900 درهم، والارسال جميع المدن. وكيف ما كنقول لكم راه باقين في حاله جيده، زوينين بزاف، يعني ما كاشفين ما باهتين ما حتى شي حاجه. مبرا ديالهم باقا غليظه وغزاله، راه باينه يعني المنظر ديالها، الشكل ديالها راه باين على وجهها. 11 مخده وثلاثه ديال الطلامط. اللي بغاهم يتصل بيا على 0771-24-80-85، والإرسال جميع المدن. اللون ديالها كلير كلير بزاف، داك البلوغوا الزوين اللي عاطي. هادي راه المبرة الحرة الأولى ديال المشموم، راه معروفة. اللي كان انتيغيسي مرحبا بيه. السلام عليكم، كديرة بنتي؟ لاباس عليك؟ كديرة بنتي؟ مع الصحة، مبروك عواشرك، الله يحفظك أحبيبتي. نحط عندك واحد طلامط ديال الصالون، تتلوحي ليا عندك في القناة بنتي، الله يسر ليك. ما بنتي راه ثلاثة ديال الطلامط بروكار بومبي، شي حاجة مزيانة كاليتي، جوج الوجوه مصبنين مرة واحدة بنتي. العبار العبار ديالهم سميتو الطلميط الأول فيه 4.5 متر، الطلميط الثاني فيه 4 متر، واللي كيجي الوسط الثالث فيه 1.5 متر. المخاده بنتي 9 ديال المخاد ديال 80، ثمن 850 درهم، كازا سيدي مومن، تليفون 06-18-98-31-34. واللي بغاها ما بنتي مرحبا. بالنسبه بنتي الطلامط راهما مصبنين مره واحده، فيهم لارجونتي والموف مفتوح على الوجه الثاني ديالو. المبرة في السامبل شي حاجة كاليتي، تا هي مبرة مزيانة. هذا هو الوجه الثاني ديالي.
واللي بغاتهم بنتي مرحبا. شكرا بنتي، الله يسر لك يا ربي، امين. بنات اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانين مرتاحين؟ كاين هاد الطليم طاسل بنات وغزالين تبارك الله، فنين الصراحه بزاف، واللوين ديالهم واحد اللوين عجيب في الفجلي. شفتوا اللوين ديالهم في الفجلي؟ لوين عجيب، فن زعما، ماشي بزاف دايرين هاد اللون. انتما غادي يجيو بين يديكم وغتشوفوا، وباقيين نقيين بزاف بزاف بزاف. انتما اللوين هانتوما هو نقيين بزاف بزاف، والميتراج 4 طلامط، واحد في جوج اونص، واحد في جوج مترو، في مترو 80 في مترو، جوج اونص في جوج في مترو 80 في مترو، و 12 المخده. المهم اللي بغات بحال عندها عجبوها وجاها المتر الصغير، غتزيدوا فيهم الزبده تماريو بها، سينو راه غادي يجيوكم. وبالنسبه للثمن كما قلت لكم 700 درهم، وخطيرين ونقيين بزاف بزاف، والله يسخر الامور يا ربي. السلام عليكم، كاينه هاد الثلاجه هذه البيع لا مارك ال جي، كما كتشوفوا خدامه مزيان، بخار ما كديرش الثلج. ها هما المعلومات ديالها، فيها في الطول ديالها مترو و 60 تقريبا، مترو 60، والعرض ديالها 60، والغرق حتى هو 60، مترو 60 على 60. بالنسبه للداخل هي نقيه ما فيها حتى شي مشكل، خدامه مزيان كيف ما كتشوفوا، كتواجد مدينة تلا، والثمن ديالها 1400 درهم. هنا الريكلاج ديال الفريك واللي بغى يزيد ولا ينقص. المهم راه اللي جات داتار غتجي تديها من عندي من الدار، انا غير شريت وحده كبيره، ها هي حطيت فيها كاس هكا مجمد، لانه دابا راني طافيها باش تعرفوا راه خدامه. واللي بغاها مرحبا، يعني بالنسبه للخدمه راه غارانتي على حسابي، ما كاينش شي حاجه ديال ديفون مره. لا مارك اي جي معمرها ما معاوده لا في صباغه ولا في الموتور ولا شي حاجه. ها هي من الظهر ديالها كلها مغشيه، واللي بغا يتواصل معايا على 0771-24-80-85. ولا كان شي حد بعيد هكا وبغاني يصيفطها له ماشي مشكل، كاين التوصيل كتشوفوا. هاد النبيشات اللي فيها من تحت، هاد النبيشات التحتانيين هما اللي كاينين فيها، اما هي نقيه والخدمه كارانتي ما فيهاش المشكل، كانت خدامه. فيها 4 ديال الطباقي، ها هما البلاطو ديال الخضره، ثمان 1400 درهم، 28000 ريال. السلام عليكم، كاينين هاد لامطات هادو روميين في الكري، طلام سامبل في الكري، والمخاد موردين كما كتشوفوا، ثلاثة ديال طلام، طلميت الاول فيه 22 والثاني 22 والثالث 2، والمخاد كاينين 8 فيهم الكوردون هما. طلام فحالي جيده، الثوب ديالهم هذا راه غزال زوين، هذا الرومي صبن ورد، ها هو كيجي خفيف ومبرد، باقيين زوينين نقيين فيهم بزاف، وجوج فيهم فيهم السنسله، ها نوريهم لكم شي جوج كاين فيهم السنسله، يعني كتخشي البونجه ديالك وكتسدي عليها بالسنسله. ها هي مثلا اللي عنده اكثر من هاد العبار ممكن يحيد هاد الفاس هذا،
حيت كاين هذا توجيهه وهذا كيجي غير في الظهر ديال الطلميط، يعني اللي عنده كثر ممكن يحيدها يستافد من جوج طلاميط اخرين مازالين كيجيو غير من تحت، شتي؟ يعني هادو راه مضوبلين بحال يخرجوك حتى خمسة ديال الطلاميط. اللي بغا دير ليهم غير جناب وتخدمهم ليهم، تخدم ليهم لاستيكات حيت مضوبلين غير جوج، اما واحد فيه لاستيك. هذا اللي حاطه هنا راه بلاستيك، الثمن ديالهم 400 درهم. نعم كيجيو خفيفين، عطيت التوب ديالهم زوين، التوب ديالهم زوين وخفيف في نفس الوقت كيجي حرش ما كيزلقش. 07 71 84 85، شتي كدايرين؟ فنين فنين ونقيين. القناة ديالك هادو كي كتشوفو واحد البريق ديال القهوة كحلة وستة طاسات، وهادي ديال الحليب كي كتشوفو، وهاد السكرية ما هي هادو غيشوفو اللي فيه، راه هادو القدام، هاد البورسولين اللي كيكون رقيق وزوين، هادو راه قدام، وهاد الرشمة اللي كتكون فيه كي كتشوفو عن قرب راه ماشي اللي مطبوعة، اللي كتكون مرسومة باليد. هادو راه عندهم تقريبا شي 20 عام. شوف البرق كيدير من الداخل، هما راه زوينين. 6 طاسات 4 ما بيهم والو كيف كتشوفوا، ها هما باقيين محافظين على الدوغي ديالهم. وهاد الجوج راه توشاو ليا انا، كنت سرحت صغيت توشاو ليا غير من هاد الساركل على برا، يعني غير واحد ماشي شي حاجه على برا، يعني من هنا من الكم ديالهم راه ما كيبان والو تقريبا. وهذا كذلك اللي حداه حتى هو متوشي ليا غير تقريبا غير من هنا، يعني ماشي شي حاجه. كنحاول نقرب لكم، واللي بغى يدخل غيشوفهم في الواتساب نتوما لي يشوفهم. هما كي كتشوفوا الاخرين كذلك، يعني ما فيهم لا هرسه لا والو، غير هادو يعني تقريبا غير متوشين غير مسخكل من برا، ماشي شي حاجه متوشين. هما كلهم باقيين مزيانين، يعني هادو غير مع كنت رحلت يعني محافظه عليهم 20 عام عندهم. هادو اللي بغاهم مرحبه 120 درهم. بالنسبه لهاد جوج طواسي ديال الطاس الاستعمال اليومي 20 درهم الواحد، هادو راه فيهم 27 سنتيم. هادو كيسان 30 درهم فيهم 6 ديال المناضة العصير، هما 30 درهم. هادو 6 ديال الطباسل تاعهم، هادو بورسولين، هادو راه جداد، هادو بورسولين، هذا ماشي داك البديع الغليظ، هذا البورسولين ديال الشينوا، هادو راه زوينين، هادو شوف كيدايرين بيضين بحال يعني رقاق. هادو 6 بيهم، كاين 6 منهم 66 درهم. وهادو هادو ديال سوكي، هادو هادو تقريبا راه معرفت فيهم 28 سنتيم، هادو فيهم 3 والرابع فيهم راه بديع، هادو 60 درهم، 64 درهم، وخرين 60 درهم. إلا غنقطع ندير الفيديو خر باش ميجيش طويل. المهم لي بغيت تصل 0775 66 44 40، تنكمل عاوتاني باش ميجيش طويل الفيديو. السلام عليكم. عليكم ختي، كيدايره؟ لاباس عليك؟ بخير. عرفت ختي عندي هاد الريدو ديال الصالون باقي نقي، بيج كريمي، جبتو حمل الوسط بالعقيق سفيفه والعقيق، سواقته كتجي على هذا الشكل. التحتاني ديالو هو هذا، اللي بغاتو راه كيمشي كامل، العبار ديالو 3 متر على 2، من السقف الارض فيه 2 متر، ومن الحديده حتى الحديده فيه 3 متر. اللي بغاتو ان شاء الله كيتواجد في مدينه الرباط، رقم التليفون 06 73 02 26 04. الثمن ديالو 250 درهم. اللي بغاتو مرحبا، هالإسان ان شاء الله لجميع المدن. اللي بغاتو مرحبا، راه 3 متر مكرشه يعني مجموع. شكرا لك اختي، الله يجازيك بخير. اللي بغاتو تواصل معايا على الواتساب نصورو ليها اكثر، رقم التليفون 06 73 02 26 04، مدينة الرباط. اللي بغى يجي مرحبا. شكرا لك اختي، الله يجازيك بخير. في قناة الله يجازيك بخير نزل ليا هاد المنتوجات، ستيما ديال الفيديو الاولاني. هادي واحد الهاشوار لا مارك فود كي كتشوفو، ها هي البول ديالها راه مطبوعة،
نتوما كيفاش كتشوفوا راه محفوظه لي فيها الجيترو، هما فيها الماس ديال الكفته تقطع، يعني كتحل لك الكفته طريفات الدجاج ولا اللحم كتردوا الكفته. هما هادو بلا فيسات ثلاثه وجوج بالفيسات، هما يعني الشفرات ديالهم اربعه تسعود ديال الفيسات، وهذا الطاطا ديال البيض هذه 140 درهم. وهادو الغطايات ديال السيليكون تغطي بهم بحال هكا الكيسان ولا اي حاجه بحال هكا، كتغطي بهم كتحافظي بهم، من بعد الا بغيتي تحيدهم كتحيديهم تحطي بهم. هادو هادو 20 درهم، راه فيهم الصح فيهم احجام كبيره متوسطه الى ذلك. هادو راه وريتك الى هاد الطباس ديال البورسولين. المهم هادي راه بالكاتالوج ديالها، ها هي راه محفوظ، اللي بغى شي حاجه مرحبا به يتصل. هاد الفلاطوه ديال الميلامين سمحوا لي ما صورتهمش لكم، ها هما 30 درهم تحطي فيهم بحال اللي قلت لك ديري فيهم الطاسات. هادو ب 25 درهم جوج ديال البديح، بقاو غير جوج الشيبي، بقاو غير جوج ديال الحاجه المحتاجه. اتصل قرب انسي 0770566344 اللي كيجي في الطرام نقدر نزل ليه ماشي مشكله، واخا كنزل الطاكسي ماشي مشكله. مرحبا هكا نسي لكم الهشوار، استسمحوا انا غادي نجيب بريس ماشي درتها في الضوء. ها هي كيف شفتوا الدوزيام فيتيس، الدوزيام فيتيس يعني اللي بغاها مرحبا به. السلام عليكم بخير. نزلي لي هاد الجفنه ديال الحمام، ها هي كي كتشوفوا اللي بغاها يتصل بيا مرحبا به. ها هي واحد الجفنه ديال الحمام، الطول ديالها تقريبا 69 سنتيم والعرض ديالها كذلك 69 سنتيم. هانتوما شكون كتشوفوا، ها هي عن قرب ماشي كبيره، ها هي ها هي اللي بغا مرحبا به. ها هي لا مارك روكا اللي كتشوفوا، ها هي نطيحها لكم نتمنى تكون واضحه مزيان. هادو راه غير واحد الخبيشات، هادو راه غير لومبالاج، هذاك اللصقه اللي كانت مروليه في واحد هكا، يعني راه ماشي شي حاجه فيها، راه باقا مزيان ما فيها لا هرسه لا والو. انا غندورها لكم القاع ديالها تشوفوها، ها هي من القاع ديالها باش نزاره تقيله تبارك الله. ها هي راه كاينه السيرينه مكتوبه، كلشي الامور مزيانه. اللي بغى يستافد واللي كيبني وعندو شي مويحيل وبغى يديرها في الحمام مثلا يجي مرحبا به، ولكن بشرط تصلوا بيا غير النساء فقط، هما اللي بغات شي حاجه مثلا وكتبغي تجيب الزوج ديالها ولا شي حاجه تواصل معايا، الا ما يكون مضطر مثلا وندير معاها ونوريها النعس ديال البيت وتجي مرحبا بها. الثمن راه كيف قلت لكم، راه الثمن راه بحال اللي غياخذ انسان غير فابور، راه غير 120 درهم اللي بغى يستافد. المهم انا ما غتصلحش ليا، ما عندي من يعني انا ما عنديش ما غاديش نستعملها لانني عطاوها لي شي ناس وغادي نستافد من انني نبيعها. ناخذ الثمن كي كتشوفوا راه تبارك الله مزيان، يعني اللي كيصلح ولا شي حاجه ومحتاج بها ما يشريهاش جديده، يشريها هكا يعني هي ما استعملهاش بزاف. يعني الناس كانوا على برا يعني الله شراو دارهم جاو بدلوها، المهم يعني باقا جديده زوينه. هانتوما كي كتشوفوا اللي بغى شي حاجه مرحبا به يتصل بيا، 120 درهم ها هو الثمن كيت ما كتبتوش. المهم نعطيكم النمره 0775566344 قرب اناسي، راه ما كنديرش التوصيل، اللي بغى شي حاجه يجي لانها ثقيله تبارك الله. راه كيف كاتبه هنا العرض دايره هذا الثمن كيت ما كتبتش، استسمح 120 درهم. يلا السلام عليكم وشكرا مولات القناه.